لمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بشبكة موفدين إلى تونس، كل من فهم أبو عبد الله من العاصمة تونس، كذلك أم الخير حميدي من الكاف، أسامة بوهنا من صفاقس، وعلاء الدين مدينة من تطاوين. وأبدأ معك فهم أبو عبد الله من العاصمة تونس، كيف تجري العملية الانتخابية وماذا رصدت لحد الآن؟ نعم مصطفى، إذا أنا متواجد في الحقيقة بالتحديد في ولاية أريانا شرق العاصمة تونس في هذا المركز الانتخابي، مركز حي النصر واحد بولاية أريانا شرق العاصمة، حيث يتواصل توافد المواطنين التونسيين إلى هذا المركز. تجدر الإشارة فقط بأن في هذه اللحظات ارتفعت وتيرة الإقبال مقارنة بالساعة الأولى لافتتاح مركز الاقتراع هنا بهذا المركز، الذي قيل عنه بأنه يشهد توافدا مقبولا من الناخبين التونسيين خلال كل المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس في السنوات القليلة الماضية. قبل قليل شهدنا وصول الرئيس المترشح أو الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد إلى هذا المركز وأدلى بصوته كما أشرتم إليه مصطفى في النشرة. أقول أعود وأكرر بأن الإقبال يرتفع شيئا فشيئا، على الرغم من أنه كان ضئيلا نوعا ما في الدقائق الأولى من افتتاح مركز الاقتراع، لكن الآن يشهد هذا المركز حركية ويشهد كذلك ارتفاع في نسب الإقبال. طوابير الناخبين التونسيين متواجدة على كل المكاتب هنا بهذا المركز، مركز حي النصر واحد أو مركز ابتدائية حي النصر واحد بولاية أريانا شرق العاصمة تونس. على أن ننتقل فيما تبقى من تغطيتنا لهذه العمليات الانتخابية إلى مختلف مراكز الانتخاب ومراكز الاقتراع هنا بأريانا وكذلك بولاية المرسى وكذلك طبعا بولاية العاصمة تونس، أين تتواصل تغطيتنا لهذا الموعد الانتخابي. جدير بالذكر كذلك أن بعض التصريحات التي استقيناها في هذا